بسم الله. دلوقتي نشوف ازاي نحط مع بعض الالكتريكال فيكتشر. اجي من سيستم واقول له انا عايز الكتريكال فيكتشر، وابدا اختار الفاميلي اللي انا عايزها من هنا، ولو مش موجوده الفاميلي اقول له لود فاميلي واحمل الفاميلي اللي انا عايزها. وبعد كده لو هي مش موجوده اصلا وهي حاجه استثناء وفاميلي مش تتكرر كتير، ممكن اعملها بموديل ان بليس. ولو انا عايز احط تاجات هقول له اعلم على التاج ديت واحط تاجات وانا شغال. طيب هنا لو انا عايز احطها فيرتيكال، لو انا عايز احطها على السيلينج او على الارضيه او اي مكان، ممكن اقول له بليس اون فيس. طيب هقول له اهي اول واحده، الثانيه، طيب دلوقتي هي محتاجه انها تتوصل بالبانل بورد بتاعتها. لازم بانل بورد تكون نفس الاعدادات ديت. فانا دلوقتي هاجي هنا على الالكتريكال اكويبمنت وابدا اختار الحاجه المناسبه ليها دي مثلا اهيت، واحطها هنا. تمام، دي 3 فيز ودي 3 فيز برضو. طيب هاجي على اي واحده فيهم وليكن مثلا ديت، واروح دايس عليها، بيقول لي كرييت سيستم، اعمل سيستم باور. كده يبقى انا بعمل شغل حقيقي، انما ان انا احط الشغل ومن غير ما اعمل كرييت سيستم يبقى كده ده مش شغل بيم. اقول له اعمل لي باور. تمام، بقول له سيلكت بانل، اختار لي البانل اللي انا عايزها وليكن البانل ديت اهي. طيب محتاج ان انا اقول له ان انا دلوقتي عايز ادخل العناصر دي برضو معايا، فهقول له اديت سيركت واقول له اد تو سيركت، وهضيف الاثنين دول معايا. تمام، وتقدر تغير البانل لو انت عايز، وتقدر تحذف حاجة معينة. طيب لو انا جيت اضيف حاجة موجودة في دايرة ثانية، يعني جيت هنا وجيت السيركت دي الالكترو فيكشر دي عايز اضيفها عندي، جاب لي رسالة قال لي خلي بالك دي موجودة في حتة ثانية، هنشيلها من السيركت اللي موجودة دي، بقت خلاص موجودة معايا. تمام، دي لو انا عايز اضيف حاجة، يعني بنتكلم حاجة استثنائية. تمام، ان انا عايز اضيف حاجة مش موجودة عندي. طيب هاجي دلوقتي انا واحده فيهم واقرب بس بالماوس من غير ما ادوس، وبعد كده ادوس تاب. تمام، فهيبدا يشوف لي التوصيلات بتاعتي تبقى بالشكل ده، شايف انها مظبوطه. تمام، اقدر اروح ادوس مره واحده شمال، وبعد كده اشوف بقى هل انا عايز اعملها ارك واير ولا شامفر واير، هيبدا يوصلهم لي بالشكل ده. طيب دلوقتي لو انا عايز اوصل على البانل ديت وفوجئت ان الاعداد بتاعتها مختلفه، تقدر في اي وقت الديستريبيوشن سيستم دوت تدخل جوه الفاميلي وتعدله. الديستريبيوشن سيستم ده تقدر تتحكم فيه من خلال سيستم، هتيجي هنا في الالكتريكال هتلاقي السهم الصغير دوت، لو جيت لقيت ان الاعداد مش موجوده فيها موضوع الديستريبيوشن سيستم دوت، هتيجي هنا هتلاقي ده الديستريبيوشن سيستم، هتقول له ات وتبدا تشوف ايه الديستريبيوشن سيستم الخاص بالدوله بتاعتك. ده اسم هتديه له، وبعد كده تختار بقى هل هو ده سنجل فيس ولا 3 فيس، والكونفيجريشن بتاعه، والواير هل هو 2 ولا 3 ولا اللو فولتج فولت، اللو فولتج فولت، لو جراوند فولت، تبدا تختار. طيب لو المقاسات ديت مش موجوده تروح جاي هنا في الفولتج ديفينيشن وتعرفهم، تقول له هتدي له الاسم اللي انت عايزه، وتقول له ده الفاليو قد ايه بتاعه، واقل حاجه ليه المينيمم والماكسيمم بتاعه كام.